رجعنا لكم مرة تانية والنشرة الفنية، والنهاردة النشرة الفنية فيها أخبار مهمة ومفاجأة هي اللي كده في الإنترو. مرة تانية نهاد سمير أرحب بيها ترحيب خاص جدا، بتوحشينا. مساء الفل عليكم. مساء الفل عليكم، وإن شاء الله النشرة الفنية النهاردة تعجبكم جدا. إيه بقى؟ إيه بقى؟ أول خبر معانا بيقول إن تعاقدت مجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسي مع شركة ماجنم للإنتاج الفني برئاسة رامي إمام. على عرض مسلسل الزعيم عادل إمام لرمضان 2019. ده خبر حلو بقى. أيوه هو دي بقى الأخبار. أيوة يعني الأخبار. خبر جامد جدا. المسلسل ده هيكون طبعا من إخراج رامي إمام. أوكي. ولسه قريب جدا هيتم الإعلان عن باقي التفاصيل وعن باقي أبطال العمل. أوكي. اللي هيشاركوا الزعيم الجميل البطولة. يعني نبعت للزعيم ونقول له مبروك الزعيم عادل إمام هو ورامي، وإن شاء الله مسلسل يكسر الدنيا. أكيد هيكسر الدنيا طبعا، مفيش مسلسل للزعيم ما يكسرش الدنيا. صحيح. كلنا مستنيينك يا زعيم. قول له بنحبك. ده أنا بموت فيه. قول له. مش أنا حكيت لك مرة حصل إيه؟ لما قابلته في الشارع مرة وفتح الشباك العربيه وقال لي ارجوك اعتبرني مع الراس موجود هيغمى عليا. يا زعيم بنحبك يا زعيم. بنحبك يا زعيم. الخبر الثاني بقى هقول لك، انا اول واحده في الناس قلت الخبر ده قبل ما ينزل اصلا. إيه؟ يعني استشفتي؟ ايوه. فانا بوثق دلوقتي وبالمستندات. ايه بقى؟ ان امير كرارة هيعمل كلبش 3 لرمضان 2019. مين قال اول مره الخبر ده؟ انا. لا ما قلتش خبر، قلت انا متاكده انه هيعمل بعد النجاح الكبير اللي حققه في كلبش 1 و2 اكيد هيعمل كلبش 3. وبيكرم على قناتنا قناه الحياه. كسر الدنيا، وان شاء الله كلبش 3 هيكسر الدنيا. نزل امير كرارة صوره لي على انستغرام او على تويتر، سوري، نزل صوره لي وهزر مع جمهوره وكتب ببجي 3 كلبش 3. فيعني اكيد ببجي. اول ما قلتي امير كرارة انا عملت ايه بوشي؟ ايه؟ بحبه جدا. بص راجل عبقري وذكي جميل، وانا بحب الناس الاذكياء. أيوة وبسيط في نفس الوقت. هو باشا مصر، يعني اللقب لايق عليه جدا. باشا مصر بقى ينزل في كلبش 3 هيكسر الدنيا. مستنيينك. ورمضان ما بقاش ينفع من غير كلبش اصلا. صحيح. ايه كمان؟ نتمنى لك كل التوفيق يا امير، وان شاء الله المسلسل هيكسر الدنيا كالعاده ان شاء الله. الخبر اللي بعد كده عن الفنان محمد إمام. الفنان محمد إمام أعلن عن مسلسله الجديد هوجن. ده بيجسد فيه شخصية مصارع. طبعا هوجن. عارفه ها؟ هو في مصارع اسمه هوجن. أنا ماليش بصراحة، مش طبع في المصارع قوي. لا أنا بحب جدا أتفرج على المصارع. تفتكر بقى محمد إمام وهوجن إيه؟ مش عارف، بس تتوقع إيه؟ توقع زي يمكن توقعاتك تضرب. أنا أعتقد إنه هيبقى كوميدي. كوميدي. أنا أعتقد. هو بيشاركوا البطولة كريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز. أوكي. ومين عارفه مين من السيدات او البنات؟ لا هم لسه ما بيخطأ. لا هيكون معاهم. مين تاني؟ لا لسه ما قالوش. اوكي. لسه ما قالوش. لسه ما اعلنوش عن باقي ابطال العمل، لكن هيكون من تاليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل وانتاج شركه سينرجي للمنتج الكبير تامر مرسي. اوكي. وده طبعا بيكون التعاون الثاني يا شريف بين محمد امام وشركه سينرجي. اوكي. رمضان 2017 عملوا لمع القط طبعا كسر الدنيا، وهوجن ان شاء الله هيكسر الدنيا، وبنتمنى لك كل التوفيق والف مليون مبروك على المسلسل الجديد هوجن لرمضان 2019. ايه كمان؟ تكملة للخبر برضو يا شريف، ان كريم محمود عبد العزيز انضم لبطولة مسلسل هوجن مع الفنان طبعا محمد امام زي ما قلنا، وهيتعرض زي ما قلت قبل كده في رمضان 2019. وعبر بقى محمد محمود عبد العزيز عن سعادته لمشاركة شقيقه في المسلسل. أوكي. لان محمد هيكون مع كريم، فاكيد ده اول مرة يطلعوا مع بعض في نفس العمل. طلعوا قبل كده في عمل واحد. بس هو مبسوط جدا وعبر عن فرحته لانضمامه مع اخوه في المسلسل، وقال ان شاء الله المسلسل يكسر الدنيا، متحمس جدا اني اتفرج على التجربه، بحسس انها هتبقى بدايه جديده لدراما جديده من غير حواجز ولا قيود. والمسلسل هيكون من تاليف محمد صلاح العزب واخراج شيرين عادل. اوكي. بعد كده عندك حاجه؟ خلصنا. عندي. إيه؟ عندي حاجه مهمه عن الفنانه الجميله هبه مجدي. بتخوض بقى تجربه جديده تماما بالنسبه لها، وهي الافلام الروائيه القصيره. ده طبعا بمشاركتها في بطولة فيلم اسمه حب ايه. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ مع الفنانة المصرية الجميلة رانيا يوسف، واللي هيكون من اخراج رضا عبد الرازق. وعبرت هبة عن سعادتها بالعمل مع رانيا يوسف في الفيلم،
ونشرت على صفحتها الخاصة على موقع انستجرام صورة ليها مع رانيا، وكتبت حبيبتي رانيا يوسف من تصوير فيلم حب ايه، اتبسطت واستمتعت جدا بالشغل معك. مبروك، كل التوفيق يا هبة، وان شاء الله الفيلم وتكون تجربة كده جديدة بالنسبة لك. هي هبة شخصية لطيفة جدا، وببعت لرانيا يوسف كمان ألف سلام وتحية، وجود لك ان شاء الله حاجة يبقى عمل موفق ليك. والتجارب الجديدة دي بتبقى حلوة برضه، الواحد يخوض تجارب جديدة في حياته. صحيح صحيح. في أخبار تانية؟ في خبر عن إنجي وجدان نختم بيه. يلا نختم بيه. النوج يلا. إنجي وجدان كشفت عن اتباعها طريقة جديدة لخسارة وزنها الزائد. إيه بقى؟ نشرت على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليها، وقالت أنا قررت أجرب حاجة جديدة اسمها جاستريك مايند باند. ده إيه ده؟ ده بقى إيه يا سيدي؟ ده نوع من التنويم المغناطيسي عشان أخس. طب أنا عايز أقول لها حاجة. قول يلا. إنجي ما تخسيش. انت حلوه كده، انت حلوه كده، وظهرتي وبداتي حياتك الفنيه بالشكل اللذيذ ده، وروحك دي وشكلك وروحك وجسمك لايقين على بعض، فانا انت طبعا حره، بس انا شايفك كده لذيذه جدا وجميله جدا، وخليكي زي ما انت. طيب تعالى نتكلم عن التجربه بتاع جاستريك مايند باند عشان لو الناس حابه تعرف. هي طبعا انجي جميله في كل حالاتها، بس ليه لا؟ طب ايه بقى، ايه التجربه دي؟ التجربه دي بقى النوع ده بيخليك تغير عاداتك في الاكل. ازاي؟ بيساعدك انك تلغي العلاقه بين الاكل واحساسك بالجوع ولا بالايه ولا الاحساس اللي يعني عايزه كده. يعني بتلغي، ما هو اصلا انت ازاي بتجوع يا شريف؟ ما هو المخ بيبعت اشاره للمعده، والمعده بتقول لك انا عايز اكل، جعانه، بتصوصو. زي ما انا مزقزقك يا شريف، انت جعانه، ناكل كوارع. كوارع حالا. كوارع ايه اخبار اميره؟ ما بتهزرش، استني لي اكل البسبوسه بقى. والبسبوسه والبسبوسه والمخلل لسه قايمه من ولاده وخاسه. لا لا لا، لازم كل شويه قايمه من ولاده، قايمه من ولاده، وبتلبس الفساتين 36، مش عارف ازاي. ايش عرفك انت شكلك كده؟ ما انا برضو عندي فاشن جوز وبفهم. ايوه بقى، صح. بذمتك قايمه من ولاده بقى لها شهر دي؟ ما شاء الله، الله اكبر. انت قايمه من ولاده بقى لك كام سنه؟ الله اكبر، انا بقى لي 6 سنين. شو بقى اهي؟ ليش نفخت عليك؟ ليه ليه؟ فايت بلس فايت يا شريف. توي نص توي نص يا شريف. انتوا الاثنين حلوين. توي نص. ما دام سكان الشارع تبقوا حلوين. بص انا بقى لي 11 سنه وعندي بنتي 9 سنين ونص وابني 6 سنين ونص. طب ما شاء الله، اللي بيشوفني ما بيصدقش. صح، فحلو ده في حد ذاته حلو. يعني ستات مصر اهي، ستات مصر هي الناس بتقول. في زي ستات مصر؟ ده بخلاف عندي كام سنه يعني؟ حاجه ثانيه. عندك كام سنه بقى؟ قول لنا. 32. 32 يعني 32؟ يعني وساب الانجليزي ليه؟ 32 ستات برضو، عارف انت اللي هو لو قالتها بالانجليزي تحس انها اخف. لا لا بص، عشان اللي ما يعرفش انجلش ما يعرفش سني كام. انتك عشان ما يعرفش انجلش ما يعرفش سني. كفايه الناس اللي عارفه انجلش بس. اللي يعرف عربي مش هيعرف. عايزني اقول كده على الهواء؟ ابقى تقولي. انت يهمك؟ انا عندي 30 بس. العداد قلب يعني، بقيت في 30. ده انتوا صغيرين قوي، ده انا خدت. تقولوا لي يا ابي بشريف. بشريف عنده 46. يلا. عندك ايه؟ تنويم مغناطيسي ده بقى حاجه جديده. خلينا بقى اخر خبر نختم بيه. اختمي بيه. هنى الفنان احمد السقا المطرب الجميل هشام عباس على نجاح برنامجه الجميل شريط كوكتيل اللي بيتعرض على قناتنا هنا، قناه الحياه. طبعا احنا كمان بنهني هشام عباس، نقول له ألف مليون مبروك. بنحبك. البرنامج بتاعك مكسر الدنيا، وبجد أنا بحب أقعد أتفرج عليه وأسمع طبعا الأغاني كده، والضيوف اللي بيجيبها هو جميل. ألف مبروك. قال له إيه؟ قال له ألف مبروك أخوي هشام عباس وكل صناع البرنامج، والتوفيق دايما شريط كوكتيل. والديكور بتاعه حلو قوي قوي قوي. جميل، نورتيني. والنبي ده نوره يا اختي، هسمعك اغنيه حلوه دلوقتي. يلا بينا والنبي نسمع اغنيه. هسمعك حاجه قديمه شويه بس حلوه. انا بحب القديم. هتسمعونا ايه يا اولاد؟ بقول لك على بعضك حلو. دي جديده. ده للاستاذ العبقري استاذ كاظم. كلك ده احنا ده مخصوص عشانك. وكل ست والكل ست، وبقولها تاني. ايوه استني، انا اقولها انا. كل ست جميله. ايوه، هو ربنا خلق كل الناس حلوه، وكل واحد وشطارته. كل الستات حلوه، الرجاله مش قوي. يعني كل الستات حلوه طبعا. حلو. أيوة. اولا بتبقوا حلوين بروحكم. ايوه. بعد كده بالادب والاخلاق والاحترام، واخر حاجه ده الشكل. انا الشكل ده بشوفه ان هو ملوش اي لازمه. يا ما شفنا ستات وامارات يا اخويا برضو. لا وامارات، استني بس. أيوة. لا بس استني بس. زين. بصي عماله تعملي ازاي في شعرها دي؟ عشان عمال يتكلم على الحلاوه وانا بعيش شويه. لا بصي، في ستات تلاقيها امارات. تفتح بقها من هنا تقول لها والنبي سد، عايزه تسد. ايه انت ما تتكلميش خالص؟ بس ده قله قله. وفي ستات تلاقيها
شكلها مش حلو قوي بس تبقي مبسوطه بيها وجميله وكل حاجه. لا انت يا اختي الاثنين فيكي. طب استنى اقول لك على موقف لطيف قوي. قولي. مره ماما كانت رايحه تخطب لاخويا وبعدين عروسته كانت وحشه قوي فقالت ايه كل ما حد يجي يسالها ايه عروسته حلوه ايه الاخبار عروسته حلوه فقامت رد قالت لهم روحها حلوه كل ما حد يسالها ما تردش وما تجاوبش على السؤال ده روحها حلوه. هي بنت فعلا كانت روحها جميله جدا. يا رب ما تكونش سامعاكي دلوقتي ده فضيحه. ماما اتجوزوش ماما اتجوزوش اتجوز واحده اوحى وبقول لها ما كنتش وحشه قوي. اسمها ايه بقى؟ مين فيهم؟ مراته الجديده. مراته اسمها امل. يا امل الحقي دي مش طايقاكي خالص. اخت جوزك مش طايقاكي. هي بتهزر عملت غبيه بتهزر. ده انت مش سهله. نورتينا كالعاده. اهلا بيك.